السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر انضمت للبريكس. طيب تلاقي ناس مؤيدة لأنها مؤيدة، وناس معارضة لأنها معارضة، تمام؟ يعني وكثرة الوفاق نفاق، وكثرة الاعتراف برضه غلط. أنت بتبدأ الأول تفهم، يعني خلينا نفهم إيه هو البريكس ده. ما ممكن يطلع حاجة حلوة وممكن يطلع حاجة وحشة. يعني لما أقول لك مثلا كيمياء، فأنت ممكن تفهم الكيمياء دي حسب الدرجة بتاعتك إنها حاجة وحشة، كيمياء واحد ضرب دماغ او مخدرات، ممكن واحد يفهم كيمياء الماده اللي احنا بنذاكرها. فخلينا نفهم ايه البريكس دي، ويا ريت تطلع حلوه. احنا نتمنى البريكس دوت هو تحالف بين بعض الدول. روسيا اللي عاملاه، روسيا عاملاه عندنا في امريكا، فبدات تجمع دول مع بعض زي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، وده عمل لقاء وبدأوا ان هم يعملوا تعاون اقتصادي بينهم وبين بعض. طبعا الامور سخنت لما جت الحرب بتاعت اوكرانيا، فقالوا لا خلاص احنا هنبدا نضم معانا دول. اول دوله لازم تفكر فيها هي السعوديه. ليه؟ السعوديه سوق كبير جدا سواء في الاستيراد او في التصدير، فمن غير ما تفكر كده السعوديه. تاني دوله ايران. اشمعنى ايران؟ بص، روسيا بتقول لك ان في فلوس كتيره جدا امريكا بتاخدها بسبب المشاكل بين السعوديه وايران. طب انا هدي الموضوع دوت تهديها ازاي؟ مش تظهر على الساحه الامور كتيره، فرحت مدخله مين؟ الصين. قالت لها صالحه بين الاثنين وحل الموضوع، وقدرت فعلا ان هم يحلوا المشاكل اللي كانت بين ايران والسعوديه. وبعد ما كانوا دول يعني قطبين بيتخانقوا مع بعض، لا الامور هديت الحمد لله، وده حاجه طبعا تسعدنا. وبدا ان هم يعملوا طريق الحرير ويبدا يعدي، وهيعدي ان شاء الله على ايران والسعوديه ومصر ودول كتير جدا، بحيث ان الصناعات الصينيه تغزو. هي لسه ما غزتش، هو مقارنه باللي يحصل، لان هو هينقل عن طريق القطار فهتبقى ارخص بكتير. فدي حاجه لازم نستعد لها من دلوقتي، مش عارف نستعد لها ازاي، لكن لازم نبقى واخدين بالنا من الموضوع ده. طيب وبرده اضافوا الامارات واضافوا مصر واضافوا الارجنتين واثيوبيا. طيب روسيا بتعمل كده ليه؟ روسيا بتعمل تحالفات منافسه لامريكا. يعني امريكا بشكل ما عملت الناتو اللي هو في اوروبا ده حلف عسكري، فراحت روسيا عملت حلف وارسو، بس كان حلف ضعيف قول ده ميتا، يعني ما كانش فيه ناس تحالفات قويه فيه يعني. تمام. البريكس بقى هي حاجه كويسه، والدول لما تدخل في تحالفات اقتصاديه دي بتبقى حاجه كويسه. وعلى فكره الموضوع دوت مش مفاجئ. ليه؟ لان مصر بقى لها فتره بتنسحب من الاتفاقيات اللي مع امريكا. يعني زي مثلا كان في اتفاقيه على توريد الرز، وفي شرط جزائي ان انت لازم قبل ما تنسحب بتقول قبلها بكام شهر، وفعلا مصر قالت لها احنا القمح، قالت لها لا احنا مش هنستورد، احنا هنستورد من الدول التانيه وكده، ما عندناش دولارات وخلاص وانتم فرضين على سعر. فقالوا لها قبلها بفتره، وفعلا يعني بشكل قانوني مصر انسحبت من الاتفاق بتاع استيراد القمح دوت، وبدات تستورد من اماكن تانية. وده بتعاون مع دول زي الصين وروسيا، و يعني كان في دعم، احنا هنبيع لك الحاجه بسعر ارخص. طيب التحالف القوي ده بتاع البريكس دوت مصر هتستفاد منه ولا مش هتستفاد؟ في مشكله، في المشكله فين؟ هل المشكله في الدولار ولا المشكله في الجنيه؟ هل الدولار هو اللي عمال يبقى اقوى ولا الجنيه هو اللي عمال يضعف؟ شوف الدولار لما تيجي تقارنه بالريال السعودي مثلا او بالاماراتي او باي عمله، هل هو ثابت في الدول دي ولا عمال يطلع فوقيها؟ لا هتلاقيه ثابت. هل الجنيه المصري بينزل مقارنه بالدولار بس ولا مقارنه بالاسترليني والين الياباني والريال وكل العملات اللي في الدنيا؟ يبقى المشكله مش في الدولار، المشكله في الجنيه. هي دي المشكله. انت داخل تحالف وانت ما عندكش اللي يخليك تفرض شروطك. يعني اوكرانيا مثلا في مواد خام كتيره جدا، وفي صناعات وفي قمح وفي 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 وفي، فبتقدر تقعد على طاوله المفاوضات وتبدا انها تفرض الشروط بتاعتها. رغم ان في دول كتيره اوروبيه ما عندهاش مواد خام لكن عندها اداره كويسه. يعني احنا عندنا مشكله ان اللي بيدير الاقتصاد مش فاهم، بيبيع الاصول، بيدمر، بيديها لجهات غير متخصصه في الاقتصاد، المفروض ان ليها مهمه تانية وهي حمايه الحدود. فالاقتصاد بتاعنا ضعيف هش، ما بيقدرش يدخل في منافسات مع اقتصادات قويه. السعوديه والامارات بيقدروا يلعبوا، كل السعوديه بتلعب اقتصاديا، دي كلمه حلوه بشكل حلو، والامارات كذلك وقطر كذلك،
كل واحد فيهم ليه فكر معين، فكر مختلف، لكن كله بيعمل ان هو يحسن الاقتصاد. احنا عندنا للاسف ما فيش حاجه زي كده، بالعكس المؤشرات نتيجه لكل الكتب الواحد درسها اللي مكتوبه من الاف السنين، ان لا احنا متجهين بنتقدم نحو الهويه كما كان يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري. هي الموضوع عامل زي ان في شركتين كبار وانت موجود، لكن انت ما بتصدرش حاجه ولا بتستورد. طب مش هيفرق معاك انت تتفق مع مين فيهم، انت لازم تصدر ولازم يكون عندك صناعه او زراعه او حاجه قويه. المثال اللي انا اقوله ده مش استظراف، لكن هو مثال حقيقي. انا كان معايا واحد صاحبي وكنا ماشيين، فقابلنا واحد قريبي، فقريبي ده بيقول انا عندي مزرعه كذا، يعني كان بيقول انا امبارح كنت في المزرعه وبعمل كذا، فصاحبي اللي معايا اشاركك وبتاع. فبعد ما مشينا قلت له انت شاركه، انت معاك فلوس؟ معاك نص، معاك ساعتها نص مليون، دلوقتي لو بنتكلم في 10 مليون مثلا، انت معاك 10 مليون؟ لا انت طالب لسه، كلنا طلبه ساعتها. طب انت بتفهم في الموضوع المزرعه ده احسن منه بحيث ان هو محتاج خبرتك تدخل مع شريك؟ لا. طب انت هتروح تشتغل باليوميه؟ لا. طب امال هتدخل شريك ازاي يعني؟ عشان احنا اصحاب يعني ولا ايه؟ لا، ما هو انت داخل حلف، لكن للاسف اقتصاديا مفيش حاجه قويه مميزه نصدرها. وسيبك من الحاجات لا احنا عايزين صناعه. يعني دلوقتي كان في واحد في اليابان وواحد بيكلمه، فبيقول له انت جاي منين؟ قال له من مصر. قال له ايه مصر دي؟ بتصنع ايه؟ المانيا انا عارف المانيا انها بتصنع كذا وكذا وكذا، وعارف امريكا انها بتصنع عربيات كذا وكذا وكذا، وراجل بيحب العربيات، وبعرف مثلا دوله كذا انها بتصنع. انتوا ايه الحاجه اللي انتوا بتصنعوها عشان اعرف؟ يعني تخيل ان مصر بكل الحضاره اللي فيها وهو اللي احنا عمالين ندمرها دلوقتي، ما فيش يعني احنا كنا يعني اليابان عملت نهضه مرتين، احنا تقريبا في نفس السنين دي احنا حاولنا نعمل نهضه مرتين، لكن للاسف احنا وقعنا. تمام، سنغافوره كانت بعتت وفد عشان يستوردوا النهضه اللي عندنا، لكن للاسف ما احنا يعني بنتدهور. تمام، لما تيجي تشوف الاقتصاد هتلاقي ان هو بيتدهور من 1952، من 71 سنه. ف يعني انت البريكس مش هيفيدك ده طول ما انت ما بتصنعش، زي ما الشيخ رقم بيقول، طول ما انت ما بتزرعش مش هتقدر تقول لا. اللي بياكلنا، اللي بيعت لنا الاكل هو اللي يتحكم فيك. احنا لازم يكون في خطه اقتصاديه فيها اولويه قصوى بدوله منتجه، دوله صناعيه، دوله زراعيه، دوله اليابان، الهند كنت بتكلم عن المدن الذكيه. الهند جابت اماكن كتيره فقيره مش لاقيين ياكلوا وحولوها لمدن سمارت سيتي، مش سمارت سيتي مجرد بس، لا بقت تصنع التكنولوجيا اللي موجوده بره، تلاقي اكبر ناس موجودين في الشركات العظمى هنود. فقدر ان هو يعمل وادي سيليكون هندي بيصدر تكنولوجيا، مش بيكلف الدوله ده، راح على حتت فقيره جدا في الهند وعملها بشكل حلو قوي من غير ما يدمر. كان مصر يحافظ على الحاجات الاثريه اللي عنده. انا اتكلم في حته الاثريه دي مره تانية، لكن البريكس لازم نفهمه ايه، ونفهم ان احنا مش هنستفاد منه غير لو احنا دعمنا الاقتصاد بتاعنا ودعمنا الصناعه. ويبقى اي حد هيعمل مشروع صناعي عارف ان مفيش وزاره هتنافسه، ان مفيش حد هيجي يجيب جنود ويخليهم يصنعوا حاجه فانا ما اعرفش اصنع واقفل المصنع بتاعي. لازم في حريه سوق، والدوله لما تصنع من خلال قطاعات الصناعه لما تسيب سوق حر، انما بالشكل دوت، الشكل ده بيهدي الدوله للاسف. يعني من الاخر البريكس مفيد ليك طول ما انت عندك حاجه تقدمها، يعني هو مش جهه خيريه انت مش هتنضم فيديك معونات، لا هو هتنضم هستورد منك بسعر معين واصدر لك بسعر معين بس.